متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول الله عز وجل في هذه الآية معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع لسماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم القرآن وتدبر فيه لتصدع وخشع من خشية الله. فكيف بكم أيها البشر؟ كيف يليق بكم أن لا تخشع قلوبكم ولا تتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم آياته؟